بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي دكتورة جيهان خضر، أستاذ مساعد علاج الأورام، كلية طب جامعة اسكندرية. النهاردة يعني حابة أتكلم مع حضراتكم عن موضوع البريست كانسر، اللي هو أورام الثدي اللي بتصيب السيدات. الجزء اللي أنا عايزة أتكلم فيه إنه لما بتبقى في سيدة تم تشخيصها بوجود ورم غير حميد في الثدي، في البعض منهم بيبقى عندهم هلع وخوف من الموضوع، بيتخيلوا ان الدنيا انتهت عند هذه النقطة. لازم نعرف انه سرطان الثدي بقى فيه تطور كبير جدا في العلاج وفي طرق التشخيص وفي طرق المتابعة، بقى فيه أدوية كتيرة جدا، أدوية لعلاج المرض نفسه وأدوية عشان تقلل الآثار الجانبية اللي بتصاحب العلاج. فبقى الوضع غير زمان خالص، نتائج العلاج بقت أحسن بكتير جدا جدا. احنا بنشوف حالات ما شاء الله يعني انتهت من علاجها وماشيه بالمتابعه لها عشرات السنين. فالنقطه اللي انا عايزه اكد عليها انه عند تشخيص وجود ورم بالثدي لازم المريضه تسعى للعلاج، تهتم انها تنفذ اجراءات العلاج المظبوطه، ما تخافش ما تتوترش. العلاج ممكن يبقى فيه شويه صعوبه، لكن مش معنى كده ان هو اخر الدنيا. يعني احنا العلاج عادة بيتكون من كذا شق، مش كل الحالات بتاخد علاج كيماوي. احنا عارفين العلاج يا اما كيماوي او كيماوي واشعاع، او كيماوي واشعاع وهرموني، او زائد علاج موجه. كل حالة بتبقى مختلفة عن التانية في اختيار نوع العلاج، بيعتمد على الخصائص بتاعة الورم والمرحلة اللي تم تشخيص الورم فيها. طبعا نظرا للتطور في هذه الأدوية وإن هي بقت متوفرة في مصر، مش بس زي ما كنا زمان في حاجات مش موجودة في مصر، ده حسن نتائج العلاج وحسن أداء المريض أثناء فترة العلاج. فنصيحتي إنه الجزء من المرضى اللي بيبقى خايف ومرعوب، يا جماعة لا نطمن، لأن نسبة الإصابة بأورام من الثدي نسبة عالية جدا. في السن الصغير بتبقى النسبة قليلة، لكن كل ما السيدة بتتقدم في السن فرصة إصابتها بالمرض بتبقى عالية. احنا بنقول في سن 70 بتوصل انه يبقى فيه سيدة من 8 سيدات عرضة للإصابة بسرطان الثدي. فدي مشكلة موجودة ولازم نبقى بوزيتيف في التعامل معها، وناخد بالأسباب ونلجأ للطبيب المعالج، نسمع كلامه وما نخافش ونلتزم بالعلاج ونلتزم بالمتابعة، وإن شاء الله الشفاء طبعا بإيد ربنا طالما إحنا أخذنا بالأسباب وعملنا اللي علينا. وربنا يشفي كل مريض ويعافي كل مصاب إن شاء الله.